أنا آسفة يا ليلى. أنا اللي آسفة، حقك علي. أنا بس ما قدرتش أشوف نادر بيضيع نفسه، وأنتي بصراحة جزء من اللي بيحصل له. وأقعد ساكتة كده ما أعملش حاجة، كان لازم أديله صدمة يمكن يفوق. فصدمتيه بيا؟ آه يا ليلى، أنا والله العظيم مش عايزة من نادر أي حاجة. أنا عارفة نادر بالنسبة لي صديق أنا بحبه جدا وبعتز بيه مش أكتر. ماشي يا ستي، عموما هو مش مسافر خلاص. ده أنتوا اتكلمتوا بقى يعني إلى حد ما. إلى حد ما؟ آه، أنا بس نصحته. لو كان سافر كنت زعلت قوي على فكرة. والله يا سارة السعادة ما بتمشيش مع الأشخاص. لا بتروح. انا سعادتي راحت لما بابا راح مني. باباكي هيطلع وهيعدي من الازمه وهيبقى اقوى من الاول، صدقيني. ربنا يخليكي ليا يا ليلى. انت عارفه انا بحبك قد ايه صح؟ عارفه وانا كمان.